في الارتيكل 14 وهذا اخطر معناه ارتيكل هو التدخل واضح في الخط التحريري نتاع القنوات اللي هو كي يليل الحياد معناه يفرض على التلفزه مش تمارس الحياد او انا نحب نعمل قناه دينيه سي لو كان تاع الزيتونه مثلا قناه الزيتونه اليوم قناه الزيتونه في مشكله كبيره معناها ما تلتزمش الحياد وهذا من حقها واسامه بن سالم اللي هو قيادي في حزب النهضه اليوم يلزم سواء يبيع قناته سواء يغادر النهضه وهذا معناها من حق المشروع انه باش ينسي قناه دينيه ومن حق المشروع انه يمارس السياسه الايكال اليوم تمنع اون ديغي كو الكاي دي شارج تعمل سور ميزور بارابور على كلكو انفستيسور وكلكو بيعي قنوات يجي يقولوا انت بعد ما تصب الدوموند روع وبعد ما نعطيوك الرخصه عندك عام باش تنسي التلفزه نتاعك معناها كان ما خلطش في العام هذه سي الارتيكل 6 في الارتيكل 6 تسحب الرخصه شو معناها تسحب الرخصه انا ما خلطتش معناها مكاتيت رخصه ساشون كو في مصر معناها ناخذوا في الكام تاع مصر ولا في دبي اي واحد يلانسي قناه ونشوفوا قنوات العديد من القنوات تلانسا كل يوم والعديد من القنوات تموت كل يوم معناها يجيو التونسي ماهوش كيما المصري ولا كيما ساشون كو هما يقارنوا بالسياسه السياسه ما تشوف حتى فرنساوي يزابي من القناه الفرنسيه يمشي يتفرج في ايطاليا ويتفرج في المانيا فرنساوي ما يقعد كان في البيزاج الفرنسي التونسي لا التونسي كي يخرج من نسمه يمشي يتفرج في روتانا ولا يتفرج في في الجزيره عنده نايس دونك ما فماش ان بيزاج اوديوفيزيوال تونيزي فما ان بيزاج اوديوفيزيوال اغاب يمنع الكره الشروط هذا يمنع ايضا من بعث القناه مش يكون عنده اجنس دو بو اي ولي عنده اجنس دو بوب سي لو كان تاع نبيل قروي مثال اي شنو لازم يبيعها وعلاش معناها اجنس دو بوب هو فما ارتيكل اخر قبل ما نرجع لهذه فما ارتيكل اخر خطير ياسر واللي هو باب مفتوح باب كبير ياسر للسنسره هو اللي يلزم بعث القناه مش يعطي البروغراماسيون قبل ما يلانسي.